وقرأت عليه ابن بري وإلى الآن لازلت أحفظه وأقرأه. إيش هو ابن بري شيخنا عشان الناس تعرف؟ الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبدي، ثم صلاة على محمد أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البرية، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكرة الأول فهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكلام البرة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع، وقد في فضله اثار ليست في بحملها اسفار. فلنكتفي منها بما ذكرنا، ونصف القول بما قصدنا من نظم مقرا الامام الخاشع ابي رؤيم المدني نافع، اذ كان مقرا امام الحرمي الثبت فيما قدر والمقدم، والذي ورد فيه انه دون المقال سواه سنه. هذه نتحفظ عليها قراءه لجيت قال مالك قراءه نافع سنه. نعم، لا يعني نصحها فقط، لا كل قراءه سنه.